مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ سيد باباز هنا هذا الأسبوع بسبب عدم توفر عدد كاف من الأجسام المضادة للحصبة الألمانية، لذا سأحل محله كمعلمة بديلة. أنا متأكدة من أنكم ستعاملونني باحترام لا يقل عن باقي المعلمين، أليس كذلك؟ نعم أنسة مونسيرات. أرى أنه يجدر بي أن أستغل فرصة وجودي معكم لأتعرف إليكم أكثر، ولهذا سأعطيكم فرداً منزلياً. أريد من كل تلميذ أن يأتي غداً إلى الصف ليخبرنا عن هواياته. فاتش، ما هي الهواية؟ شيء ممتع تقومين به في وقت الفراغ. الهوايات تعتبر نافذة الروح، إنها التعريف الصادق عمن يكون الشخص وكيف يفكر. ولكن أنستي، أنا ليس عندي هواية، فكيف سأجد واحدة قبل صباح الغد؟ عليك فقط الإصغاء إلى قلبك يا ابنتي، والخوف من الفشل سيحفزك لإيجاد هواية بسرعة، فمن لا يؤدي واجبه يعتبر راتباً. لا تقلقي كريبي، سنساعدك. ثمة الكثير من الهوايات، يمكنك أن تأخذي إحدى هواياتي. تعالي إلى منزلي بعد المدرسة. أمضيت أياماً لألصق هذه القروش على صورة إبراهام لينكولن، إنه الرئيس الموضوعة صورته على العملة. قد تلصق الليرات على صورة أي رئيس تريدين. أنا لا أحب الفنون أبداً. أو حسناً، انظري إلى فرش أسناني القديمة التي جمعتها، على شكل أرنب وعلى شكل مزارعة. إنها تعيد إلى ذهني ذكرياتي في محاربة التسوس. حسناً إذن، لماذا لا تصنعين طابة من خيوط تنظيف الأسنان؟ سأفكر في الأمر. هوايتي المفضلة هي الهولا هوب. ماذا أفعل بها؟ هكذا. حاولي كريبي، هيا. شكرا كريس أليس، ولكن أظنني سأتابع البحث. ستعشقين اليوغا، التنفس المنتظم سيساعدك على الانسجام التام مع جمال الكون. التنفس؟ أجيد هذا. والآن سنحاول أن نتخذ وضعيات نركز ونوازن فيها بين الحركة وبين الثبات. أظن أني أجيد وضعيات ثبات أكثر. اسمعي كريبي، أي مساعدة؟ لا أنا بخير. أشعر بأن هذه الوضعية تنشط معدتي. الهوايات تعبر عن من يكون الشخص، إذن أنا نكرة. كريبي، من هذا؟
كريبي كريبي. هل ناداني أحد؟ من هناك؟ عليك أن تجربي هواية كريبي. الطبخ مخرج خلاق ورائع. ماذا تحضرين؟ سنبدأ الليلة بسلطة الملفوف الذابل مع صلصة الحليب والحامض، وبعدها يحين دور شوربة المانجو الناضجة المزينة بأوراق الجميز، وأخيراً ضلع الفأر المطهوم مع العسل. هل أساعدك؟ بالتأكيد، يمكنك أن تطحني المانجو. لا تنسي أن تضعي الغطاء. لست جاهزة لفعل هذا. أنا أفهمك عزيزتي، لربما كان لوالدك بعض الأفكار. انتهيت. جميل، أتمنى لو كنت أرسم. سأخبر رفاقي غدا في المدرسة عن هواياتي، ولكن ليس لدي. هناك طرق كثيرة للتعبير عن نفسك كريبيلا. أنا واثق أنك ستجدين شيئاً. اسمعي، ماذا عني؟ جربي هذه اللعبة التي تتحدث من معدتها. على من تطلق اسم غبي؟ على من تطلق أنت اسم غبي؟ لا أدري. لما لا تعزفين موسيقى القرب؟ لا أريد. لما لا تجربين قذف الضباب؟ هذا لا ينفع. كلمة واحدة، التصوير. لطالما استمتعت بالنظر إلى هذه الصورة القديمة. سأحاول أن ألتقط بعض الصور. لا لا لا، كريبي. من يناديني باسمي؟ انتبه يوماً إلى جمال المقبرة، إنها رائعة. هذه هي الأخيرة، إنها فرشاتي حين كنت طفلاً. رأسها ناعم وممتاز، لكن شعيراتها لم تكن بنعومة شعري حين كنت طفلاً. شكراً هاري، لكن شعرك الجميل لا يحدد أبداً من تكون أنت، بل فقط يعطيك الشكل المناسب لتفريض نفسك. أتالي؟ سميت أغنيتي سالسا بوب، لقد كتبتها بنفسي. أنا أجمل الفتيات، أنا أذكى الشقراوات، سيسطع نجمي قريباً، أنا نجمة النجمات. إذا أردتم التصويت لي، أرسلوا لي رسالة. الخطوط مفتوحة الآن. شكراً لك ميلاني. أرى أنك تحلمين منذ الآن بأن تصبحي نجمة مشهورة في المستقبل عزيزتي. سأصبح نجمة بالتأكيد. أتالي. أطفئوا الأضواء من فضلكم. الفن التصويري الفوتوغرافي من تحضير كريبي كريتشر. أسمي هذه الحياة، السلام، الفخر، القوة. بيت عنكبوت جميل، تحليق في الظلام، كلب الحراسة. شكرا لكم يا أصدقاء. كريبي، تعالي إلى هنا. الموضوع الذي طرحتيه كان مؤثرا جدا. شكرا لك. ومع ذلك أنا أرى أنك وجدت الجمال في الظلام.
وهذه نظرة خلاقة وفريدة، لذا ستنالين علامة ممتاز. ممتاز؟ شكراً لك أنستي، ما كنت نجحت لولا مساعدة صديقي المخلص. الحشرات الطائرة بما فيها حشرات الجيف تبدأ حياتها بشكل دودة، بعضها مفترسة تتغذى من الأحياء وأخرى تتغذى من الأموات، كل هذا وهي صغيرة. مذهل.